خلينا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي ونبدا الحلقه، وما ينفعش نبدا غير ما نروح شويه للكره في اوروبا اللي بتشهد زي ما بيتقال كده حقيقي جنون بمعنى الكلمه. لازم في البدايه اتكلم كمان عن شخص بعينه، ولازم كده نحط سبوت لايت على النجم الكبير فخر العرب محمد صلاح. امبارح وصل زي ما كلنا تابعنا للهدف رقم 100 كخامس اسرع لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي كله بيوصل للرقم ده. اكيد اكيد ده انجاز كبير جدا وحاجه اكيد تشرف كل مصري. كل التوفيق مو صلاح، يعني ان شاء الله كمان ده ينعكس على منتخب مصر ويكون لي نصيب كبير من نجاحاتك العظيمه في اوروبا، ولكن طبعا حاجه كانت مشرفه جدا جدا بالامس. لو هنروح بقى نتكلم برضو بشكل اكثر تفصيلا عن المنافسه في الدوريات الاوروبيه واللي بيحصل فيها، لا خلينا نبدا كده بالدوري الانجليزي اللي هنلاقي فيه المنافسه برضو كبيره جدا وقويه جدا. ليفربول بقياده محمد صلاح، الناحيه الثانيه عندك تشيلسي اللي بيعيش كمان اقوى فتراته، يعني لوكاكو برضو من اللعيبه الاقوياء جدا. بنتكلم كمان ثنائي اخر مدينه مانشستر المان يونايتد، والمان يونايتد برضو رجع له رونالدو في شغله في تنافس عالي جدا، وبصراحه من اول ماتش عامل عظمه جدا، وبين كمان المان سيتي وجوارديولا ويعني ومحرز ورفاقه وغيره، و في قوه على ارض الملعب حقيقي بنشوفها ولسه هنشوفها كمان في الفترات اللي جايه بشهاده الجميع. الدوري الانجليزي يمكن من اقوى الدوريات حاليا. طيب خلونا ننتقل بعد كده كمان للدوري الفرنسي، واعتقد كده اللي بيقرا المشهد هيعرف ان خلاص ممكن نعتبر باريس سان جيرمان هو يعني اللي حصل على الدوري. شفنا ده حقيقي، وشفنا الاختيار لباريس هو كمان يعني فريق قوي جدا، او زي ما بنقول كده خلاص دوري قوي جدا. وباريس سان جيرمان عايزين كمان نشوف الفتره اللي جايه هو هيعمل ايه، ده اللي كله مترقب له بعد التنقلات كمان الاخيره اللي كنا بنتابعها مع حضراتكم. خلينا برضو نروح لدوري اخر وهو الدوري الايطالي. في ايطاليا كمان خليني بس افتكر في البدايه ونتكلم عن قطبي هنا ميلان، انتر ميلان واي سي ميلان اللي فيهم برضو لعب بشكل عظيم جدا. امبارح تحديدا هنتكلم عن الانتر تعادل مع سامبدوريا، والميلان اللي كسب لاتسيو ده كان بجولين منهم هدف طبعا لابراهيموفيتش وكان رائع جدا. يعني امبارح كان في لعب محترم جدا بيحصل، في متعه في نفس الوقت، ونقدر نقول كده ده اول الدوري بعلامه هنا لو هنتكلم بلغه الارقام. هي 9 نقاط بالتساوي طبعا مع نابولي، وللاسف الشديد اليوفي معاه نقطه واحده زي ما احنا عارفين. طيب الدوري الايطالي برضو لو هنتكلم عنه اعتقد هو الى حد كبير الفتره دي مفتقد رونالدو، وابراهيموفيتش دلوقتي هو زي ما احنا شايفين الصوره كده هو النجم الاوحد حاليا في المسابقه، على عكس طبعا الدوري الانجليزي دلوقتي فيه منافسات قويه جدا، عندك اسامي عظيمه جدا فيه، فهنشوف الدنيا هتمشي ازاي في الفتره اللي جايه. خليني اقول لحضراتكم كمان بالمناسبه ماتشات دوري ابطال اوروبا هتنطلق اكيد زي ما احنا عارفين يوم الثلاث بكره، وما ننساش يوم الاربع هيكون في لقاء منتظر يعني او لقاء بينتظره العالم كله اللي هيكون بين ليفربول مع ميلان في نهائي بقى زي ما بيسموه كده نهائي الطار يوم الاربع. عشاق الكره على موعد زي ما بيتقال مع اصطدام الجوله الاولى بين محمد صلاح فخر العرب وابراهيموفيتش السلطان. ده ليه مشجعين وده ليه مشجعين، ده ليه عشاق وده ليه عشاق، ده نجم كبير جدا وده نجم كبير جدا ايضا. بس احنا هنرجع نقول كل التوفيق اكيد لابن مصر الغالي.